بتكلم في القائي دلوقتي عن السياحة العلاجية، ولما بنقول إن مصر غنية بكل أنواع السياحة فإحنا مش بنبالغ خالص في القصة دي، بالعكس ده إحنا عايزين كمان لسه نتكلم وعندنا معلومات جديدة وأسماء لأماكن جديدة كتير منا ما شافهاش، كتير منا كمان ممكن يكون ما سمعش عنها. معايا الدكتورة إيمان الليسي خبيرة أنثروبولوجي السياحة، أهلا بيكي. يعني الوظيفة والتخصص لوحده عايز تعريف وعايز سؤال، هو علم الإنسان تقريبا. نعم. طب نسمع برضو التعريف من حضرتك. الأنثروبولوجي هو علم دراسة الإنسان، وإزاي بعض المجتمعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بعض القبائل قدرت توظف كل شيء حواليها بحيث أنها تعمل نفسها أدابتيشن وتنجح تماما في أنها تقدر، أنا بتكلم عن مستوى السياحة، أنها تقدر تبقى وسيلة أو مكان للجذب السياحي. ومن أنا هدي مثال بالنسبة لمصر، القرية النوبية على سبيل المثال. حضرتك قلتيلي جملة جميلة جدا عن القرية النوبية والنوبيين، قلتيلي يعني ناس اتهجرت ورغم كده عرفت أنها تطبع نفسها مع البيئة بالعكس وتستفيد بيها وتفيد الدولة كمان. بالضبط، هي تكيفت، عملت نظام تكيف مع الوضع، مع السيتويشن. فقدروا يعني كل التولز الموجودة حواليهم من ثقافة مادية ولا مادية قدروا يوظفوها تماما علشان تبقى وسيلة للجذب السياحي. ودلوقتي على الخريطة السياحية لمصر الباكيج ده موجود دايما في زيارة القرية النوبية، وهم كده فرضوا نفسهم على السياحة بطريقة ثقافية وتراثية عظيمة جدا جدا. ومنتهى يعني نقول إيه، البساطة في الإمكانيات، حتى بيوتهم تحولت لاستضافة الناس والسائحين، والسياحة الداخلية هنا ووعي الناس. يعني نعم. يعني لما بنفضل نتكلم نقول في أماكن بتحتاج إن احنا نروج ليها مش بس عالميا، داخليا، وننشط السياحة الداخلية فيها، ده بيحصل. ده حقيقي، ده بيحصل مع في القرية النوبية. وإزاي هم كان ممكن إن هم يقاسوا شوية كتير نتيجة الظروف، لكن هم بالعكس هم استفادوا منها. بالفعل هم محبين جدا للحياة، وهم عندهم ذكاء اجتماعي شديد جدا جدا، وتمسكهم بثقافتهم وبتراثهم، ملابسهم، كل الثقافة بتاعتهم، أغانيهم، موسيقى بتاعتهم، أكلاتهم، مناظر البيوت بتاعتهم أو طبيعة البيوت اللي هي القباب، البيوت دي كلها دي برضو وسيلة جذب، لأن السائح عايز يشوف حاجة مختلفة، عايز يشوف حاجة أوريجينال. وهم فعلا تمسكوا بثقافتهم النوبية، وده فرض يعني جعلهم واحدة من وسائل الجذب السياحي. يعني هم بالفعل عندهم سياحة عظيمة جدا مختلفة تماما، فأنا بسميها سياحة ثقافية. ثقافية جدا، يعني لو حننوع بقى وحنسمي الأشياء والأماكن كمان ونوعيتها بأسمائها، في أماكن تانية كتير قوي. يعني أنا عندي أماكن كتير قوي هتكلم فيها، بس أنا لازم أبدأ كلامي بني أتكلم عن واحد سيوة. طبعا يعني ونفسي العالم كله يبقى في واحد سيوة ويقدر جمالها. كلمينا، ايه اللي بيميز واحد سيوة؟ شوفي حضرتك، يعني بداتي بدرة التاج حقيقي بالنسبه للواحات سيوة. سيوة وجمال سيوة، مناظر الطبيعيه، قد ايه كل شيء فيها موظف، لان تحسي بريلاكس، يعني ما فيش ستريس، ما فيش تلوث، في مناظر طبيعيه خلابه جميله جدا، الهدوء، ومش بس الهدوء، الرمال الصفراء الذهبيه تحت الشمس رائعه جدا، حتى الفنادق اللي موجوده هناك بتتناسب جدا مع الايكولوجي، وضع نفس الشكل، التراث الطبيعي، الشكل الطبيعي للصحراء، قد ايه السفاري اللي بتتعمل بال 4x4 بياخد السائح في قلب الصحراء وبيشوف الكثبان الرمليه وبيطلع وينزل فيها ويتعشى عليها، وبيقعد يشوف شو بدوي، رقصات بدويه، موسيقى بدويه، اكلات بدويه. احنا بنتكلم عن ثقافات، ثقافه غذاء، ثقافه ملبس، ثقافه فنون، هو بيشوف كل حاجه مختلف. غير كده العلاجيه دي قصه بقى كبيره جدا، يعني نشير ليها لان عندنا اماكن ثانيه مهمه قوي. انا دايما بتكلم في ان السيوه لازم تتوظف صح. السياحه العلاجيه في مصر احنا عندنا مقاومات كتيره جدا جدا، بس هل احنا مستغلينها كويس؟ لا زلنا لغايه دلوقتي السياحه العلاجيه ما لقتش نصيب كبير قوي قوي من الاهتمام زي السياحه الثقافيه مثلا سبيل المثال او الشاطئيه. لكن العلاجيه مهمه قوي قوي، لان احنا بننافس دول ثانيه ما عندهاش مقاوماتنا لكنها ناجحه جدا جدا في السياحه العلاجيه. رمال سيوه في حد ذاتها دي سياحه علاجيه، العيون الطبيعيه، المياه الكبريتيه سواء
كان مياه مالحه او مياه عذبه، الاثنين مع بعض يعني من اجمل ما تتخيل كوسيله جذب. اعمل ماركتينج، انا يهمني قوي الدعايه والماركتينج واوظف ده صح. دعايه للخارج يعني هو مهم طبعا ان احنا نقول لبعض ونفرج بعض الفيديوهات ونروج ليها داخليا، لكن لا انا عايزه بقى انا بلدي تستحق. لكن شايفه انه ممكن مع التطور التكنولوجي والاجيال اللي عندنا بتتكلم بلغات وعندها افكار وتفكير خارج الصندوق زي ما بنقول كده يعني التعبير، شايفه انه ممكن نروج احسن من كده؟ ممكن جدا جدا. انا لازم اعمل حاجه اسمها تيم وورك، انا لازم يبقى كلنا مع بعض. يعني طيران في سيوة فيها مطار لكن مش شغال بصوره دوريه، نادر قوي قوي لو اشتغل. ليه ما ايه صعوبه سيوة؟ علشان نوصل لسيوة بتوصلي بالباص او بتوصلي بعربيه خاصه، المشوار صعب شويه، هو ضعائق شويه. طبعا اولا هي منطقه صحراويه لانها يعني سيوة المفروض المكان يعني احنا سفاري، احنا موجودين في مكان بعيد جدا جدا عن الخدمات. لازم تتوفر خدمات في الطريق، لازم يكون في مطار، لازم يكون في كافيتريات في الطريق علشان لو حصل اي حاجه يبقى سايح مكان يقدر ياكل فيه، يقدر يرتاح فيه. يبقى في كمان ما يتعلق بالناحيه العلاجيه، يعني لان ممكن كبار السن يحصل اي مشكله، فلازم يبقى في مستشفيات. يعني سيوة في خدمات، ان يبقى في خدمات بتخدم عليها زي ما بنقول، وفي وسيلة مواصلات، لأن وسيلة المواصلات دي هتسهل وهتضاعف الأرقام. بالظبط. فإحنا عايزين، أنا يهمني قوي مطار سيوة يشتغل. ليه مطار سيوة متوقف؟ المهم يدرس كويس قوي الموضوع ده. حاجة تانية، شبكات الطرق دلوقتي بتعمل لسيوة رائعة، أنا شايفة في شغل كتير جدا جدا بيعملوه علشان يبقى أفضل الوصول، لأن معظم السفر لسيوة بيبقى بالليل. طبعا الطريق لازم يبقى فيه إنارة كافية، يكون فيه وسائل اتصال، لأن في الطريق في الصحراء مفيش أصلا كوميونيكيشن بسهولة، وده مش صح، لان المفروض يبقى في اتصالات، يعني يكون في شبكه اتصال قويه جدا في الطريق بحيث ان لا قدر الله لو حصل اي ايمرجنسي يبقى في تواصل مع اي حد مسؤول، يعني مع المسؤولين مع الخدمات اللي احنا طالبينها. الاوتيلات جميله جدا وموجوده بكثره جدا جدا، لازم الحفاظ على سيوة تفضل بنفس الشكل البدوي، الشكل الطبيعي، الشكل الجميل. يعني اي تطور حضرتك عايزاه يحدث يبقى بعيد عن الطابع بتاعها، لازم كل مكان حتى جوه القاهره يحتفظ بالطابع بتاعه اللي بيميزه. طبعا اي بقى تطور او تقدم نعمله في الاطار ده. بالظبط. رمال سيوة لازم توظف الماركتنج، الدعايه كويسه قوي للناس اللي عندها روماتويد روماتيزم، الناس دي بتبقى دايما عندها مشاكل في المفاصل، العلاجه يعني محتاجين علاج، العظام تعبانين جدا بسبب الرطوبه بسبب البرد، احنا جو جاف، ففي لازم توظف لكبار السن الاوروبيين الاجانب بصفه عامه في العالم كله انها تقدر تيجي، فتلاقي في وسائل في خدمات تشجع الناس دي اللي انا بعمل لهم الدعايه ان انا عن قلب قلب جامد بقى بتكلم بقول تعالوا. استاذ دعاء في عين هناك اسمها عين كليوباترا، دي كلمه كليوباترا في حد ذاتها بتجذب السياحه بشكل غير طبيعي، لان كلمه كليوباترا كلمه مؤثره جدا جدا في نفوس العالم كله. انا ليه يعني ما اوظفش العين دي بشكل كويس، اهتم بنظافتها اكتر، اهتم باخراجها كمان في الحقيقه، اعملها دعايه. بيمسكوا حاجه ما لا تساوي يعني حاجات كتير قوي عندنا وبيعملوا عليها قصه يعني كبيره. ده اسمه يعني احترافيه في فن الماركتنج، الدعايه، توظيفي ان انا ازاي اقدر استجلب سايح او اجيب سياحه، ده شيء كويس جدا، اتمنى ان احنا نوصل لده، هو موجود بس احنا يعني نبتدي نفكر بطريقه مختلفه، نستعين بالشباب، الافكار الجديده والخبرات الاجنبيه، يعني قوي الخبرات الاجنبيه، يعني دوله انا هضرب مثال تركيا. تركيا يعني رائدة في السياحة العلاجية حقيقي، بتروج لنفسها جداً. ده تركيا بمسلسل واحد، شوفي حضرتك ضعف السياحة قد ايه. شفته، وخصوصا البالون مثلا اللي هو بتاع كابادوسيا، احنا عندنا بالون الأقصر، لكن عندنا هو ناجح جدا بالون الأقصر، لكن كابادوسيا مشهور أكثر، يعني كتير جدا من السياح يقولوا لي لا إيمان احنا هروح كابادوسيا أفضل. وبيدفعوا شوفي فيه قد ايه أكتر. يعني أكتر بكتير دبل قوي تريبل برايز. ازاي بقى؟ طب أنا ليه ما أعملش أنا كمان مسلسلات وتبقى مترجمة وأصدر ده للخارج؟
خصوصا اي حاجه متعلقه بمصر دي ليها تاثيرات كبيره جدا جدا. مصر محبوبه جدا جدا على مستوى العالم. كلمه مصر سحر للعالم كله، مناظر طبيعيه جدا، وكل يعني لما اعرف معلومات عن مصر وامكانيات مصر اعرف هي تستحق قد ايه. وتاريخنا يعني تاريخنا ده بيدرس في كل المدارس على مستوى العالم من الطفوله، يعني احنا لينا تاثيرات قويه جدا جدا في العالم، وكثير جدا من السياح بتحب مصر، عايزه تيجي مصر اكثر من مره. يبقى في فرايتي في البرامج السياحيه، مش بس هيجي عشان نشوف الاقصر واسوان ويشوف الغردقه، لكن احنا لازم نشوف يبقى عندنا اماكن جديده، المحميات الطبيعيه اللي موجوده في مصر. احنا وادي الجمال، وادي الجمال ووادي الوشواش وراس شطين، احنا بنقول عليه الشيطان راس شطين يعني الحقيقه راس شطين، بس وهنتكلم عنها بالظبط. بس خلينا ما دام جبنا سيره اسوان بقى، دي اسوان سياحه علاجيه و و و، كلمينا كده نلحق نتكلم شويه عن اسوان، ونتكلم على الاماكن الاخرى اللي ممكن تكون غريبه والناس ما زارتهاش زي وادي الجمال والوشواش وراس شيطان. جميل جدا. انا لازم اوظف اسوان تحديدا زي سيوه على راس التاج، انها دوره التاج في السياحه العلاجيه. ليه؟ لان انا عندي معلم سياحي موجود في اسوان يخدمني قوي قوي ويساعدني في الترويج للسياحه العلاجيه، اللي هو ضريح الاغاخان. الاغاخان ده شخصيه عظيمه جدا وشهيره جدا جدا ومعروفه على مستوى العالم تاريخيا. ايوه، لان هو يعني رئيس الطائفه الاسماعيليه الشيعه. هو كان عنده مشكله كبيره جدا في الروماتويد، كان عنده مشاكل صحيه. العالم كله بدكاترته واطبائه مع الجوش، اسوان عالجت بالظبط كده. وعشان كده هو كان محب قوي لاسوان، وده سبب ان هو عنده قصر كبير جدا موجود في اسوان، وعنده ضريح معمول من اغلى انواع الرخام اللي جاي من ايطاليا، رخام لونه اخضر جميل جدا جدا، كرارة اسمه كده، رخام كرارة، وده موجود مدفون هناك. وكانت زوجته كل يوم كانت بتطلع تحط وردة حمراء على الضريح، وقد ايه كان المكان ده كان مزار سياحي هام جدا جدا، للاسف هو اتقفل دلوقتي. لكن انا اقدر اوظف ده بهذا الضريح وهذه الشخصية التاريخية المشهورة جدا عالميا، ان انا اقول ايه سبب ان الاغاخان مدفون في اسوان. اسوان ايه بقى؟ رمال اسوان. رمال اسوان نتكلم عنها علاجيا، الجو المناخ الجاف، المناظر الطبيعية، الكرة السياحية اللي موجودة، الكرة النوبية، الفنادق اللي موجودة، مناظر النيل اللي موجود، بحيرة ناصر. يا جماعة احنا عندنا حاجات كتيرة قوي قوي، بس فين توظيفها الصح في مكانها الصح؟ راس شيطان بقى ليه شيطان؟ ليه مش بنقولها باسمها الحقيقي شطين؟ يعني جت منين احنا رحنا ناحيه ثانيه خالص. أيوة احنا كده رايحين في شمال شرق بقى. ما هو انا عايزه اتكلم عن، يعني احنا دايما نقعد نتكلم عن سيوه عن اسوان، يعني عايزه الحق اتكلم شويه على الاماكن الاخرى سريعا. على البحر الاحمر بقى. أيوة. وجمال البحر الاحمر، قد ايه شواطئ في مصر وقد ايه الاوديه الطبيعيه الجميله اللي موجوده. راس شيطان هي جزيره بدأ بشط ومتهي بشط، وكان صعب جدا على الاجانب يقولوا شطين بالظبط كده، شطين، فقالوها شيطان، فبدل يقولوا راس شطين نقلدهم بقى. مش نقول لهم الحقيقه. هم عندهم الفوناتيك مختلفه خالص عننا، فصعب عليهم جدا ما ينطقوا، فالكلمه بدات تبقى دارجه، فكل الناس بتكرر كلمه تبقى راس الشيطان، هو اصلا راس شطين. لكن المكان طبعا، خلينا نتكلم عن المناظر الطبيعيه، عن الجبال الجميله، عن الرمال، عن المياه الزرقاء، عن الكورلز، يعني انت بتتكلمي عن محميه طبيعيه جميله. كل مناطق البحر الاحمر على فكره معظمها محميات، كانت راس محمد، عندك الوشواش، وادي الوشواش ده حاجه عظيمه جدا. انت بتتكلمي في ايه في وادي الوشواش؟ بتتكلمي في جبال 100 متر 150 متر، الوان عظيمه جدا جدا، الوان طبيعيه، البني والاصفر والابيض، رائعه، هي الاحمر. يعني دي فقره ممكن، انا مش بقول ان رحله السائحين كلها تبقى في وادي الوشواش او راس شطين او شيطان، لا، فقره، دول فقرات كلها. يعني احنا عندنا بروجرام سياحي غني، والسحاله يقدروا يعملوه من زياره واحده لمصر، يعني يخلصوا كل الاماكن. لو نتكلم بقى على السياحه الشاطئيه كمان، احنا للاسف وقتنا انتهى، ورغم كده عندنا معلومات كتيره قوي كنا عايزين نقولها ان شاء الله في سلسله من اللقاءات الاخرى. بشكرك دكتوره ايمان الليسي خبيره انثروبولوجي السياحه، شكرا ليكي. بكده لقائي انتهى، بعد الفاصل بلتقي بيكم مره اخرى انا ومنى الوكيل.
أعزائي مشاهدينا، أهلا بيكم معنا مرة تانية. بنجدد ترحيبنا بحضراتكم في نهاية فترتنا زينة وطعم البيوت، وبجدد ترحيبي بزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. أهلا بيك يا منى. أهلا بيك يا حبيبتي. نتمنى إن إحنا يعني وعدنا وأوفينا يعني المشاهدين، قلنا لهم إن إحنا فقراتنا إن شاء الله هتكون مفيدة ليهم، وفقراتنا دايما بتكمل بعض. أه بالظبط، أنا كلمت عشان نرفع المناعة عند أطفالنا أولادنا اللي داخلين مدارس، وأنتِ كلمتي على دخول أول سنة. برضو عموما بداية العمل الدراسي كتير مننا يلا بقى ندخل كده، مفيش فترة الإعداد الكافية، وبكلم بالتحديد عن مرحلة الجامعية، سنة أولى جامعة. سنة أولى جامعة أصل دي ما تتنسيش، مش عارفة أنت فاكرة ولا لا. أه أنا بحاول. رهبة. بحاول أفكر. رهبة وعالم مختلف، وبنودع سنوات الطفولة بقى، وبندخل في الجد بقى. وبحييكي برضو على الفقرة الأخيرة على الأماكن اللي مفروض سياحية، اللي هي مفروض بلدنا عامرة بيها. أنا بشكر حضراتكم، بشكر كل زملائي، وبشكر زميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. شكري ليك يا منى، وشكر لكل زملائنا في فريق عمل حلقة النهاردة، وبكرة بتلتقوا مع فريق عمل جديد وحلقة جديدة وفي نفس الميعاد إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.